أعزائي المشاهدين، نحن الآن بالقرب من جامع النبي جرجيس. هذا جامع النبي جرجيس، قام تنظيم داعش الإرهابي بتفجير الجامع، والجامع أصبح ساحة وقوف السيارات. هاي مخلفات تنظيمات داعش الإرهابية، جمعوا كافة العجلات، أكثر العجلات طبعا مسروقة مع الناس مدنيين، وقاموا بحرق العجلات. هذا جامع النبي جرجيس، لن يتبقى منه أي غير هذا السياج. هذا كان هنا مرقد النبي جرجيس. هاي مخلفات تنظيمات داعش الإرهابية الجامع. هذا منطقة سوق الشعارين، هذا الطريق المؤدي إلى منطقة رأس الكور ودكة برقة والمستشفى. طبعا المحلات العالم تبي تشوف محلات. هاي مدرسة الطاهرة، هذا الباب من مدرسة الطاهرة. أكثر المحلات طبعا مدمرة، هذا بيت الصابونشي، محلة النبي جرجيس. هاي جثث من تنظيمات داعش الإرهابية. هاي الدواعش كلها شعلوا السيارات هنا. هذا جامع مسجد إمام إبراهيم. هاي الدواعش فجروا. إمام إبراهيم إيه؟ مسجد إمام إبراهيم. هاي المحلات مال ذول الناس المساكين. هاي البيكاب كانت تابعة لأحد تنظيمات داعش الإرهابية. الطريق المؤدي إلى منطقة الميدان. هاي السيارة كل شيء ما بيها بس الجامعة. هذا بيت الصابونشي. هاي البيكا متابعة تنظيمات داعش الإرهابية. هاي مدرسة الطاهرة. Thank you.
A la Baba Jama, ni en la Chan Baba Jama, al yamin. جامع النبي جرجيس أصبح ساحة وقوف للسيارات على أيادي تنظيمات داعش الإرهابية. السيارات كلها كانت تابعة للدوائر الحكومية. البناية كانت مركز باب الشط. البناية كلها كانت مركز باب الشط هنا. دواعش كله فجروا. طبعا هذا الخط الشعبي مدمر. هذا همينة كان فرع على الجامع. هاي المناطق كلها تابعة لحلة النبي جرجيس.